يقول: كيف نجمع بين هاتين الآيتين في قوله سبحانه وتعالى: هذا يوم لا ينطقون، وقوله: وقالوا من بعثنا من مرقدنا؟ نعم، يقول: كيف نجمع بين هاتين الآيتين، أن الله قال عنهم: هذا يوم لا ينطقون، وبين ما أكملت: ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا ينطقون، يعني لا ينطقون بالاعتذار والتراجع عما هم عليه والتوبة مما سلف. وأما أنهم يعترفون بذنوبهم، يعترفون بذنوبهم، نعم، لكن ما ينفعهم اعترافهم في ذاك الموقف. نعم.